طيب تفضل. حصل وسألك جن؟ ها؟ حصل وأن سألك أحد من الجن يعني؟ أنا؟ لا أنا طلعوا عني إشاعة أني صليت مرة بروحي وقريت جهرا لما قلت آمين ولا الضالين قال آمين قالوا أن صلوا وراي جن كثيرين وكذا، هذه إشاعة ما حصلت ولا شيء. أنا مصلي وراي جن كثيرين وقلت ولا الضالين قال آمين ركبت سيارتي طلعت بس ما صارت ما صارت أبدا. لكن الناس صار يخلطون بيني وبين عبد الوهاب العثمان أبو أنس. عبد الوهاب العثمان يقرأ الجن اللي فيهم مس وكذا فيقرأ، واسم عثمان بعثمان فيخطئون أحيانا. يمكن صارت فيه ما أدري والله، بس أنا ما صارت فيه.